اين اولياء الله الصالحين اين ود اين سواع اين يغوث ويعوق ونسر أه هل نحن مقصرون في حقهم لماذا لا ترسمون لهم صورا او تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين أه. نصورهم نعم اليسوا شيوخكم نعم هم اولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم لماذا لا ترسمون لهم صورا او تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين <applause> نعم اليسوا شيوخكم وهذا عمل يرضي الله قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم وهكذا نجح الشيطان في ادخال الشرك الى الارض لماذا لا ترسمون لهم صورا او تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين اليسوا شيوخكم وهذا عمل يرضي الله قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم وهكذا نجح الشيطان في ادخال الشرك الى الارض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فاصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله ساذبح لك الذبائح واهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي يا ود اتوسل اليك يا ود اشف لي ولدي <applause> يا ود انت اول معبود في الارض اشف لي ولدي يا ود يا الهنا ادعوك ان تزوجني بمن احبها وبالفعل كان ود اول من عبد من دون الله في الارض لقد انقسم ابناء ادم وذريته الى بطنين بطن يسكن السهل وبطن يسكن الجبل كان سكان السهل هم بنو قابيل وقد انتقل اهل السهل الى اهل الجبل ومعهم الشيطان الذي افسد البشريه بعد ذلك فقد اوصى ادم عليه السلام الا يتزوج بنو شيث من بني قابيل حزنا منه على ابنه هابيل اما سكان الجبل فهم بنو شيث ابن ادم واخوته وهكذا كانت الارض في انتظار اول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعباده الاوثان بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله لقد ارسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومن هؤلاء الرسل والانبياء سيدنا نوح عليه السلام فهو اول الرسل وهو من اولي العزم من الرسل واولو العزم هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم الخمسه الكبار في الصبر على البلاء ونوح هو ابن لامك وينتهي نسبه الى شيث ابن ادم عليهما السلام المعركه بين الحق والباطل مستمره طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل ابدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الاحد ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد ان نعبد الهك هذا لا حاجه لنا به دعه يا ناكر انه يدعي انه ياتيه الوحي من السماء وانه ارسله بدين الحق لن نعبد الا الهتنا هيا اذهب من هنا انت يا نوح المجنون زوجته والهه تقول عنه هذا ولكن اولاده يتبعونه سيظل هكذا حتى موته ولن يتبعه احد من عليه القوم واسيادهم يا لها من ماساه تعيشها صديقتي الحبيبه تعيش مع رجل مجنون هيا يا زوجتي سمراء ودعي عنك هذا الرجل الغريب هيا وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعباده الله الواحد الاحد وافراده بالعباده ولكنهم اعطوه ظهورهم ووضعوا اصابعهم في اذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم هيا يا أمي والهة أنا أشعر بالجوع الشديد اصبر يا كنعان اصبر وأتي بإخواتك لتأكلوا معا أين أبي يا أمي؟ <applause> نوح نوح لن يتغير يا كنعان هو يقول إنه يأتيه الوحي من السماء وحي؟ أي وحي هذا؟ لقد أصبحنا أضحوكة القوم بسبب ما يفعله لا ادري ما يدور بخلدك يا ابي <applause> لقد انتهيت من اعداد الطعام هيا هيا اذهب واتي باخوتك لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله. يا سام، هؤلاء قوم ضلوا عن طريق الهداية، فلا تحزن يا أخي، فقد باءوا بأوزارهم. حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون. هذا هو الأمر المؤلم يا سام. أمي تقول لكما هيا إلى الطعام. سمعًا وطاعة. اين اخوكما يافث يسام يا لقد كان مع ابينا المجنون المجنون عاش نوح في معاناه حقيقيه مع قومه ولكنه لم يملّ أبداً من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. المجنون! 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 عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه، ولكنه لم يملّ أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. المجنون! 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 ايعجبك هذا ايعجبك هذا اما تستحي اما تستحي من سخريه القوم واستهزائهم لقد صبرت عليك كثيرا صبرت عليك حتى تعود الى عقلك ايها المافون لا ادري ما الذي فعله ابي نوح كي يظلمه قومه كل هذا الظلم ابي يدعوهم الى الحق والهدى والرشاد هيا يا يافث امك تطلبك بالمنزل ها؟ لماذا يبدو عليك الحزن هكذا يا يافث من شده الظلم الذي يقع على ابي من قومه يا كنعان ابي نوح لا يريد ان يكف عن دعوه قومنا وهم قد ملوا منه يا يافث فانصحه ان يبتعد عن هذه الافكار الغريبه تقول عن توحيد الله انها افكار غريبه نعم غريبه الا ترى ان الملا من القوم يستهزئون بابينا الا ترى اننا اصبحنا اضحوكه القوم بسبب ابينا كان عليك ان تفتخر برساله ابيك السماويه <applause> السماويه يا لك من غبي الا تعرف ان الالهه تستحقرك انت واباك عاش نوح في معاناه حقيقيه مع قومه ولكنه لم يمل ابدا من الدعوه الى التوحيد وترك عباده الاصنام